غيبا موت اليوم الاثنين الفنان واليوتيوبر المصري المعروف مصطفى حفناوي متأثرا بإصابته بجلطة في المخ، فقد على أثرها وعيه تماما إلى أن فارق الحياة. وأكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف نبأ وفاته من خلال تغريدة لها عبر حسابها في موقع تويتر، قالت فيها إنه توفي وطالبت الجمهور بالدعاء له بالرحمة. وكتبت رانيا يوسف: إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة مصطفى حفناوي، ربنا يصبر أهلك ووالدتك، ادعوا له بالرحمة والمغفرة. بينما أعلن أيضا مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الخاص في موقع فيسبوك قائلا: البقاء لله والدوام لله وحده، والفاتحة على روحه في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك مصطفى حفناوي. كما أعلن المدون محمود عبد المنعم وفاة مصطفى حفناوي بعد صراع مع المرض تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، وكان يتواجد معه من أصدقائه أحمد جمال سعيد وعلي غزلان وعمر راضي وغيرهما من مشاهير السوشيال ميديا. وكان اليوتيوبر مصطفى حفناوي يقدم فيديوهات ساخرة على السوشيال ميديا، ويبلغ عدد المتابعين لحسابه على موقع انستغرام أكثر من 1,000,000 متابع. وكان من ضمن المنشورات التي كتبها اليوتيوبر مصطفى حفناوي قبل وفاته بوست قال فيه: الحمد لله على ما رزقت، والحمد لله على ما لم أرزق، فكان كليهما خيرا وكان الله أعلم. وكتب أيضا: الدعوة الأولى والأخيرة اللهم حسن الخاتمة، والتي نال عليها عددا كبيرا من المشاركات والدعوات بعد إعلان وفاته بلحظات. كما زاره الفنان تامر حسني في المستشفى واطمئن عليه، وطالب الجمهور بالدعاء له، وشهد اليومان الماضيان تطورا جديدا في الوضع الصحي لمصطفى حفناوي عقب إصابته بنزيف في الدماغ بسبب خطأ طبي من جانب الفريق المعالج بعدما قام بتشخيص حالته بشكل خاطئ، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي قبل أن يتم الإعلان اليوم ومنذ قليل عن وفاته. رحم الله الفقيد وأدخل فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله.